اهلا بحضراتكم. كلنا عندنا يعني في بيوتنا ولادنا اللي بياخدوا سنوات كتيره جدا في المدرسه، بتصل تقريبا ل 12 سنه لغايه ما بتيجي المرحله الفاصله، وبنقول لهم دي سنه مهمه جدا، دي سنه فاصله حكايه الثانويه العامه دي، وبيبذلوا فيها جهد شديد جدا. لكن مش دي بس المرحله الفاصله في حياه ولادنا الشباب الصغيرين، لان في مرحله تانيه برضو فاصله جدا، هي مرحله اولى جامعه، مرحله بتتغير فيها كل حاجه في حياه ولادنا، اعتياده على نظام معين في المذاكره، اعتياده على مواعيد معينه من 8 ل 2:30 3 وهيروح، اعتياده على انه كان بيذاكر من كتب لكن دلوقتي هيضطر يستمع الى اساتذه في المحاضرات وينقل المحاضرات ويبيضها. مجتمع مفتوح، اذا كان مدارس مش مختلطه هيروح لجامعات مختلطه فيها بنات ولاد مع بعض، فيها طريقه جديده للتعامل. في حماس كبير، في عدم فهم لطبيعه الدراسه، امور كتيره جدا ممكن تشغل بال ولادنا وممكن تخليهم يكونوا مش متزنين قوي في اول سنه في الجامعه، وممكن تكون تقديراتهم مش كويسه قوي. ازاي ممكن نمر مع اولادنا في هذه السن وهذه المرحله العمريه بسلام وبامان علشان يقدروا يتواصلوا مع اصدقائهم في الجامعه ويعملوا لنفسهم حياه سليمه سواء تعليميه او اجتماعيه؟ ده اللي هنحاول نبحث فيه النهارده مع ضيفتنا الاستاذه نهلة عبد السلام، خبيره التنميه البشريه واستشاري الارشاد الاسري. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بيك. الطالب بيحس بايه اول ما بيروح الجامعه؟ حياه زي ما شرحت نهله بالظبط في المقدمه، حياه مختلفه تماما، الاعتماد على النفس اكتر، هو اللي بيحدد مواعيده، هو اللي بيختار اصدقائه، بخلاف المدرسه اللي هي بتحدد الامور دي كلها. اتفضلي. بدايه من سنه اولى جامعه يعني عاده ما يسيطر على الطالب مشاعر مختلطه، في فرح، في خوف، في قلق، شيء طبيعي داخل على مشارف مرحلة تعليمية مختلفة بشكل كبير جدا عن مجتمع المدرسة الصغير. زي ما حضرتك قلتي، عالم يعني عالم تاني مفتوح، في حرية، في اعتماد على الذات، فمشاعر القلق والاكتئاب والخوف شيء طبيعي. بالنسبة لطالب سنة أولى جامعة عادة بيمر بأكثر من مرحلة. أول مرحلة يعني خلينا نكون متفقين، في طلبة كتير بيدخلوا على حسب التنسيق، وارد ما يكون يدخل كليه دون رغبته. صحيح. خلاص الموضوع بقى كلهم كده على فكره. مش وارد يعني، هم كلهم كده. هيتعامل ازاي مع الواقع الجديد؟ اول حاجه يبعد تماما عن سماع الاقاويل او الشائعات من اي حد، ان الكليه دي صعبه، الاساتذه هنا لا بيعاملوا الطلبه بشكل سيء. انا احاول اخد التجربه بشكل شخصي، بطلب النصيحه ولكن عند الضروره. دي اول خطوه. ثاني خطوه الاحكام المسبقه، دي نمره واحد. ندخل كده ونلغي كل الاحكام المسبقه. عاده بنسمع بتبقى وجهات نظر شخصيه، مش بالضروره ابدا بتكون مرتبطه بالواقع. الحاجه الثانيه ان انا ايه المشكله كطالب اخصص يوم او يومين ازور الكليه، اشوف حتى الاماكن، البنايات، فين رعايه الشباب، فين شؤون الطلبه، فين المكتبه، فين قاعه المحاضرات. انا بزياره الاماكن دي نوعا ما بيبدا الرهبه تقل شويه مع بدء الدراسه. كمان من الحاجات اللي بتكون مختلفه اختيار حتى الملابس. خلاص انا في المدرسه متعود على زي معين، شكل معين، الجامعه غير. طيب خلينا نكون متفقين ان الجامعه مكان مش لعرض الازياء. لا، انا بختار ملابس مريحه، الوانات هاديه، الوانات بسيطه، يعني كل ما كان المظهر بسيط وغير مبالغ فيه كل ما كان الشخص ده لا بيتسم بالاناقه. كمان من الحاجات المهمه فكره بقى خلاص دخلنا الجامعه والدراسه بدات، الرهبه بقى. عادة الطلبة الجدد بيحصل نوع من انواع التباهي، دخلوا مجتمع جديد فبيحاولوا يتواصلوا اجتماعيا ممكن بشكل مبالغ فيه، بطريقة الكلام، باللبس، فبعض الطلبة التانيين بيتأثروا طبعا، بيحس انهم دخلوا في مجتمع لا يعني ناس مزيفة او في اقنعة. عادة الموضوع ده يعني يمكن اسبوع او اسبوعين بالكثير وبينتهي تماما. المذاكرة بتختلف كمان. المذاكرة في الثانوية عامة يعني بتعتمد اكتر على الحفظ، على كتب معينة. الجامعة عالم مفتوح، في الجامعة لا في تدوين محاضرات، بتعتمد كمان عن البحث عن المعلومة، البحث عن المعلومة في المكتبة، على الانترنت، حضور المحاضرات مهم جدا. في طلبة كمان بيواجهوا مشكلة تدوين المحاضرات بشكل سريع ورا استاذي في الجامعة. طب ايه المشكلة لما استثمر بقى الوسائل التكنولوجية الحديثة وممكن انا اسجل المحاضرة بحيث لما برجع البيت ممكن بالتليفون بتاعي اسجل كل اللي قاله الدكتور. انا منتبه مع استاذي في القاعه، لما برجع البيت بسجل المحاضره، خلاص ببدا ادون اهم النقاط وانا في البيت. الموضوع سهل وبسيط طبعا. بيبقى جميل لو انا طالب في الجامعه كمان اشارك بقى لو في انشطه ثقافيه، رياضيه، ترفيهيه، وكمان اسال باستمرار لو في الكليه بتقدم لي اي منحه داخل الجامعه. دلوقتي يعني هيبقى عنده معضلتين اساسيتين الطالب اللي دخل الجامعه، معضله التعامل اجتماعيا مع تكوين صحاب جدد وعلاقات جديده، والتعليم او يعني ازاي حصل المعلومه.
خلينا في الجزء الاولاني هو تكوين صداقات، ازاي انا اكون صحابي راح كل واحد كليه مختلفه نتيجه للتنسيق والمجاميع، فانا يعني مش هكون مع اصدقائي اللي انا معتاد عليهم واللي برتاح لهم، هروح ابقى متهيب جدا من الناس اللي حواليا او شايفهم بين قوسين غلسين بالنسبه لي، انا شايفهم لا 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 دول لا مغرورين دول لا. ازاي ابدا اكسر الحاجز النفسي بيني وبين اللي حواليا وانتقي اصدقاء جدد في الجامعه؟ تمام، زي ما اتفقنا ان الوضع مختلف ولكن مش هيستمر كتير، اسبوع اسبوعين بالكتير. اختيار الاصدقاء والعلاقات الجامعيه او العلاقات الاجتماعيه مهمه جدا جدا. اي طالب ياخد قرار بالعزله والانطواء لا تقريبا كده الموضوع يكون قاسي جدا. طيب انا لما اجي اختار اصدقاء في الجامعه، طبعا في ناس عندها اعتقاد انه يعني احتياجات الانسان الاساسيه هي بس الحاجه للاكل والشرب والتنفس والنوم، لا اي حد مننا دايما سعادته يعني تنبع مدى يعني حب الاخرين ليه، مدى تقديرهم. واي طالب بيكون قادر على خلق علاقات اجتماعيه طيبه بلاقيه لا واثق من نفسه، بلاقيه متميز، بلاقيه عنده رغبه وقابليه والتميز داخل الجامعه واستقباله للتعليم بيبقى افضل. طبعا اكيد. اختيار الصديق، كلنا بنسمع دلوقتي انا عندي 1000 2000 3000 صديق على الفيسبوك. لا هنتكلم عن الصديق اللي بجد، الصديق الحقيقي اللي بيشاركنا احلامنا واحزاننا وهمومنا. الموضوع ضخم جدا وبيحتاج فعلا يعني جهد كبير عشان اختار الصديق. هختاره ازاي؟ بدايه انا بحاول اتعرف على يعني المستوى الاخلاقي المستوى العلمي لزمالي الموجودين في الجامعه. نوعا ما لما ببدا اشوف واتابع سلوكيات الناس اللي حواليا هيسهل عمليه الاختيار. في طلبه بتختار يعني حسب الاولويات، يعني في بنت ممكن تختار صديقه دي شبهي بتلبس زيي بتفكر زيي فدي خلاص. في طالب لا انا هختار طالب نفس الفئه العمريه، سنه اولى جامعه سنه اولى جامعه. طالب تاني لا انا هختار حسب المصلحه، ده اكبر مني فممكن يساعدني. في بيختار حسب القبول والارتياح. النصايح طبعا اول حاجه بلاش احط ناس كلهم في سله واحده، بمعنى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ادانا كلنا حصانه على مختلف اجناسنا والواننا واديهنا وقال لنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فابعد عن معيار اختيار بالمظاهر، مش بالضروره قوي ان ده بيلبس حلو وشيك يبقى ده هو لازم يكون صديقي. لازم ابص للمستوى الاخلاقي والمستوى العلمي. كمان نقطه مهمه جدا يعني نقلل شويه من فكره العشم، ازاي نحاول نقلل سقف توقعاتنا من الناس اللي حوالينا. ولازم نكون مقتنع بشكل كبير جدا انه اي حد مننا عنده جانب خير وجانب شر، خاصة انه طالع من دنيا مختلفة. أكيد. من الطفولة للمراهقة لسه ما قابلش الحياة الحقيقية. صح. فلازم انا بشكرك طبعا على النقطة دي لانه بيبقى في دمج قوي جدا ما بين الطلاب بينهم وبين بعض، لدرجة انه الاسرار الخاصة حتى العائلية بينهم بيتداولوها مع بعض يعني، فلازم يبقى في خد بالك مش طبعا. كل حاجة صحيح. اكيد طبعا طبعا. هو الموضوع يعني خير الامور الوسط، ولا انا حياتي الشخصية كلها لها مباحه كده لاصدقائي وفي نفس الوقت لا ما فيش موضوع العزله او كده. كمان النقطه كمان المهمه، لو انا خلاص وجدت يعني الصديق الحقيقي بلاش اخسره. لو مختلف معايا رياضيا او فكريا او دينيا خلاص، يعني اي يعني في ساعات في صحاب بيخسروا بعض نتيجه جدل ونقاشات ساخنه في امور فيها جدل. دي بعض النصائح ممكن في الكلام بقى في الحكايه دي بتاعه الاختلاف الديني، يعني لان الجامعه كل مره مرحله الجامعه وكان في اسر يعني زي يعني اسر سلفيه اسر اخوانيه اسر تانية اشتراكيه، يعني كل ده يعني قابلناه وشفناه، بس ده يمكن على ايامنا. ربما الاتجاهات السياسيه والفكريه مش مسموح بيها قوي في الجامعه لكن موجوده يعني وهي متستره. ياخد الطالب يبتدوا يحضروا مؤتمر مثلا عن شيء معين او يقولوا تعالى صلي معايا ونبتدي نتكلم في امور معينه، وده بيكون مدخل ممكن ان هو لانحراف فكر الطالب تجاه شيء معين، خصوصا ان هو ماده يعني لينه جدا ولسه يعني صغير في السن ممكن يتاثر باي شيء. ازاي نحمي اولادنا من خطر التطرف او خطر يعني التيارات المعاديه للفكر الوسطي؟ تمام. بدايه انا كطالب علشان احمي نفسي من انحرافات، وطبعا وارد ان انا اقابل انحراف اخلاقي او فكري، ده شيء طبيعي جدا. لازم الاول اعرف ايه الاسباب. الاسباب ممكن يكون ضعف الوازع الديني، انا فاهم الدين بتاعي غلط. ممكن السبب الفقر والجهل وربما الغنى الفاحش بيكون السبب. من ضمن الاسباب يعني سوء التربيه والتفكك الاسري، او كمان معلش ممكن نقول يعني ان في ضعف في المناهج التربويه ناحيه التربيه الاخلاقيه. للاسف كمان بعض وسائل الاعلام بتقدم من خلال المسلسلات والافلام النموذج السيء للشباب، فدي تقريبا معظم الاسباب اللي هي ممكن تؤدي للانحراف الاخلاقي او الفكري. انا كطالب لازم يكون في وعي
موضوع التطرف او التشدد، اولا صوره كتيره جدا، في تعصب عنصري وطبقي ورياضي وفكري، وحتى على حسب نوع الجنس يعني ذكر او انثى. بدايه مساوئ التعصب والتطرف، اولا التعصب والتطرف يعني كارثه كبيره جدا، بيهدد الامن الاجتماعي العام في اي بلد، بيكون دايما عائق في تقدم اي امه او حتى البحث العلمي. يمكن دايما الانسان المبدع او المبتكر حريته مرتبطه بحريته الفكريه والثقافيه والاجتماعيه، فلازم ابعد عن التقليد عن تغييب العقول. كمان التعصب يعني سلوك مكتسب مش فطري، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بفطره سليمه، بفطره سويه. لو التعصب يعني سلوك فطري، اولا لكان صفه مشتركه بين كل الناس، دي حاجه، ويعني وما كنا وجدنا ايات قرانيه واحاديث وتوجيهات وارشادات كلها بتاتي في اطار مواجهه التشدد. انا كطالب اعمل ايه؟ احاول الاول اتوازن على المستوى الشخصي، اتوازن بيني وبين ربنا، بيني حياتي الروحانيه في حب، في تسامح، في عطاء، اتوازن صحيا، ممارسه الرياضه والغذاء الصحي. الانشطه مهمه قوي. نعم طبعا. يعني الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. يعني اتمنى كمان انه يبقى عام دراسي، وزي ما سمعنا السيد وزير التربيه والتعليم قال انه الانشطه ليها جزء كبير هذا العام من الاهتمام، خاصه من الوزاره حتى والاسر الطلابيه. ولو يعني فكره كمان وجود زي زمان الاسر الطلابيه اللي كانت بتبقى موجوده، كانت بتعمل مجموعات من الانشطه الاكثر من رائعه، كانت بتاخد حتى وقت الطالب للحاجات المفيده. انا عايز ارجع لدور الاسره هنا استاذه نهله، وده دور لا يقل اهميه عن تحرك الطالب داخل الجامعه او بتنفيذ يعني اوامر الدكاتره بتوعه. يعني الاسره هنا دورها ايه؟ ازاي تاهل ابنها اللي داخل طالع من مرحله رايح لمرحله اكبر واوسع وافكار مختلفه؟ تمام. اولا دور الاسره عشان نكون برضو منطقيين، المفروض الدور بيبدا من الطفوله. ده المفروض، لانه الطفل عاده يعني بيستقبل يعني عاداته وافكاره بمشاعره مش عقله. ده الطفل يعني صعب جدا ان الطفل نشا في اسره يعني متشدده او حاضنه للتشدد. في الكبر الموضوع بيكون صعب التغيير. يعني حتى في الجاهليه كان اصعب شيء على المشركين تلك عباده الاصنام، مع انه ده كان شيء غير منطقي، ولكن خلاص هو ده اللي نشأوا عليه. انا دوري كاسره ان انا طبعا بحاول اغرس يعني القيم المعتدله بين ابنائي، بدايه حتى من المأكل والمشرب، يعني فكره التوازن والاعتدال. احاول بقى اشغل وقت فراغهم بشكل كبير جدا، يعني زي ما اتكلمنا انه في انشطه ثقافيه، في رياضيه، في ترفيهيه، في مكتبه، في حفظ قران، يعني انشطه كثيره جدا. كمان مش بس دور المدرسه، مش دور الاسره، كمان دور المدرسه ودور الجامعه مهمين جدا، لان في ناس عندها اعتقاد خاطئ بان دور المدرسه بس تعليم القراءه والكتابه. لا، المدرسه دورها بتستكمل دور الاسره، وكمان الجامعه او المدرسه يعني بتحمي الطالب من الانحراف الثقافي او الغزو الفكري، بتهيئ الطالب نفسيا واجتماعيا من خلال الاسر، من خلال طبعا الانشطه اللي هي بتتم داخل الجامعات. كمان برضو نقطه مهمه، وسائل الاعلام. وسائل الاعلام دورها خطير جدا، لان وسائل الاعلام بتقوم بدور تربوي وثقافي في نفس الوقت. وسائل الاعلام بتوصل لفئه من الناس صعب توصل لها الجامعه والمدرسه، فئه الناس اللي بيجهلوا القراءه والكتابه. دور وسائل الاعلام ان هي بقى تحاول تفتح قنوات الحوار امام المتشددين، بحيث بتبين لهم لا الطريق اهو سهل وبسيط بعيد عن استخدام العنف. ده بالنسبه لادوار. اتمنى انه يكون يعني عام دراسي باذن الله يمر بسلام على كل اولادنا اللي انتقلوا هذه النقله من الثانوي الى الجامعه، ويكون حياتهم موفقه باذن الله. بشكر وجود حضرتك معانا استاذه نهله عبد السلام، خبيره التنميه البشريه واستشاري الارشاد الاسري. شكرا جزيلا لحضرتك. وكل سنه حضرتك طيب. حياتك طيب. شكرا جزيلا لحضرتك. هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنستقبل ضيفنا الاستاذ امير اباظه رئيس المهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي، وهنتكلم كتير بالتفصيل عن هذا المهرجان ودوره في تنشيط ودعم السياحة في مصر هيكون ازاي ان شاء الله بعد هذا الفصل.